اليوم الوطني للمهاجر لتأكيد الروابط بين مغاربة العالم وبلدهم الأم، كما تمكننا هذه المناسبة وسنويا من الوقوف على الدور المشرف الذي تلعبه الكفاءات المغربية بالخارج، وكذا تمكننا من إبراز الدور الإيجابي والمتنامي للجالية المغربية المقيمة بالخارج في مسلسل التنمية على جميع الأصعدة. فتقديرا واعتزازا بهذا الدور، يأتي هذا اللقاء التواصلي من أجل فتح باب الحوار بين المهاجرين ومختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية عبر التطرق لأبرز المكتسبات والإنجازات من جهة، وانتظارات مغاربة العالم من جهة أخرى. أرحب بالجميع وأبارك أخواتنا وإخواننا المهاجرين وللجميع أيضا هذا اليوم العاشر من شهر أغسطس الذي تفضل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده وجعل منه يوما وطنيا للمهاجر يتم تخليده والاحتفاء به سنويا. ومن الأكيد أن إقدام جلالته على اتخاذ هذا القرار الحكيم يدل ويجسد ما يكنه جلالته من حب وتقدير لرعاياه الأوفياء بالخارج وما يوليه من عناية كبيرة لقضاياهم وشؤونهم، إذ بكل حكمة وتبصر جعل جلالته قضايا وشؤون هذه الفئة من المواطنين سواء في علاقتهم بوطنهم أو في علاقتهم ببلدان إقامتهم بالمهجر على رأس قائمة انشغالاته ومجالات تفكيره وعمله، كما كان لها منذ تولي جلالته عرش أسلافه المنعمين حيزا مهما في الكثير من خطاباته السامية لشعبه العزيز، حيث قال حفظه الله: لابد التنويه بمواطنين في المهجر لتشبتهم الراسخ بوطنهم الأم في السراء والضراء، فبالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية فإن تعلقهم القوي بتجديد العهد ببلدهم المغرب يشهد إقبالا متزايدا، وصلة الرحم مع ذويهم تعرف تواصلا. ثم قال جلالته أيضا في إحدى خطبه السامية: إن انشغالنا بقضايا المواطنين داخل المغرب لا يعادل إلا العناية التي نوليها لشؤون أفراد الجالية المقيمة بالخارج، فنحن نقدر مساهمتهم في تنمية بلدهم وفي الدفاع عن مصالحه العليا، كما نعتز بارتباطهم بوطنهم وبتزايد عدد الذين يحرصون كل سنة على صلة الرحم بأهلهم. ثم قال حفظه الله: إذا كنا نعيد ونؤكد كل مرة وفي كل مناسبة شكرنا لهم وعلى ضرورة الاهتمام بقضاياهم سواء داخل أرض الوطن أو في بلدان الإقامة، فنحن لا نبالغ في ذلك لأنهم في الواقع يستحقون ذلك وأكثر. وتجسيداً للعناية الملكية السامية، فإن موضوع الاهتمام بكم أخواتي وأخواني المهاجرين لم يعد آنياً أو مناسباتياً أو مرحلياً، بل أصبح يترجم بوضوح وبكل أهميته ووزنه في السياسات العمومية. باعتباركم مغاربة تتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، كما لكم واجبات تجاه بلدكم كإخوانكم بأرض الوطن، واحتفالا بهذا اليوم الوطني السعيد الذي يخلد هذه السنة على المستوى الوطني تحت شعار سياسة القرب في خدمة مغاربة العالم، فقد حرصت هذه السلطة الإقليمية على الاحتفال به على مستوى مقر الإقليم بالطريقة التي تليق به، ويتضمن برنامج الاحتفال تقديم عدد من العروض المهمة، حيث سيتفضل الأستاذ الجامعي الدكتور عبد الرحمن الشحشي مشكورا
لتقديم عرض تناول من خلاله سياسة القرب في خدمة مغاربة العالم. سيد كاتب العام لرحلة عن عام الإقتصاد، والآن سوف ننتقل كما جاء بكلمة سيد كاتب العام إلى العروض والمداخلات التي ستقدم من طرف المصالح الخارجية بهذه المناسبة. فانسجاما مع الشعار الذي تم اختياره هذه السنة، تأتي مداخلة السيد والدكتور عبد الرحمن شحشي، أستاذ بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول بسطات، وبصفته أيضا فردا من الجالية المغربية، فليتفضل مشكورا.